لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي أوائل ما طرق العالم من الوحي، أثر في خير القلوب، نقلها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان. حق لهذه السور أن يعطى لها حقها، أن يعطى لها حقها، وأن ينظر في ما تضمنته من القضايا التي توقظ القلوب وتحييها وتقرر العقائد الكلية الكبرى التي هي النور الحقيقي، التي هي الهداية من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، وتعليق القلوب برحمته سبحانه وتعالى. تأمل يعني في هذه المواطن من أول ما يعني تلونا هذه الليلة، قول الله عز وجل عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال في خاتمة القصة بعد أن بين رحمته سبحانه وتعالى بالمساكين الذين يعملون في البحر، ورحمته عز وجل بوالدي الغلام، بل بالغلام ووالدي الغلام الذي قتله الخضر، أن الغلام قتل صغيرا لوالدين مسلمين، فهو مسلم قبل أن يكفر، لو كبر لكفر. وبين رحمته سبحانه وتعالى بالرجل الصالح الذي جبره في ولديه، ورحمته عز وجل بالولدين وسط قوم لئام يرسل لهم رجلا من بعيد، يرسل لهم رجلين أو ثلاثة يتعاونون بلا أجر وبلا علم من الولدين لإصلاح الجدار حتى لا ينقض، فيظهر الكنز فيضيع وسط هؤلاء القوم اللئام. انظر إلى هذه الرحمة بعد أن ذكرها الله عز وجل، قال: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وتأمل بعد أن بنى ذو القرنين السد الذي منع يأجوج ومأجوج من الإفساد في الأرض، والفساد في الأرض بالقتل والظلم والعدوان على الناس يجعل العقول لا تعي، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لذلك يصعب على الدعاة إلى الله أن يمارسوا عملهم في وسط القتل والتخريب والتدمير. لذلك لا يختار الأنبياء أبدا أن تتحول أممهم إلى مثل ذلك، حتى مع ظلمهم وعتوهم واستضعافهم للمؤمنين. لكن الفساد في الأرض يمنع أن تعي العقول، لا يكادون يفقهون قولا. بعد أن بناه قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وأول سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، تسميته عيسى عليه السلام رحمة. ولو تأملت الرحمات
التي تسبب فيها عيسى عليه السلام علمت معنى قوله عز وجل على لسان الروح القدس جبريل وهو يصبر مريم على الابتلاء والمحنة الهائلة. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. رحمة لتجديد التوحيد في بني إسرائيل بعد اندراس عقيدة التوحيد، رحمة في للحواريين زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وصاروا مسلمين موحدين علماء عاملين دعاة إلى الله عز وجل، ورحمة في الدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولذلك ظلت البشارة موجودة، البشارة في يعني أهل التوحيد من أهل الملة من أتباع المسيح عليه السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك عرفه ورقة نوفل مباشرة، وعرفه سلمان مباشرة، وكان كل شيوخ سلمان يعني يعرفون، حتى دله آخرهم دله على مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل. وقال عن يعقوب وإسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يعني التعلق برحمة الله والرحمة بالدين خصوصا، لو تأملت كل ما ذكره الله عما رحم به الأنبياء لوجدتها رحمة بالدين، رحمة بالإيمان، رحمة بالنبوة، رحمة بالعمل الصالح، التوفيق والهداية، إضافة إلى الرحمة العامة، لكنه خص المؤمنين بذلك. السور تتضمن الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالشرع ولزوم العمل به، وتتضمن إثبات النبوات وإثبات اليوم الآخر وإثبات تفاصيل ما يقع في القيامة أو بعض التفاصيل التي تقع يوم القيامة. عقائد الكبرى التي يصير بها الإنسان إنسانا، التي بدونها يصبح الإنسان كالأنعام بل هم أضل، يفقد إنسانيته. لذلك هذه القضايا أول ما طرقت العالم، إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، يعني من ميراث القديم الذي ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود من أوائل من أسلم. فهذه الصور أول ما نزل من الوحي، من أوائل ما نزل من الوحي، الصور القديمة والتي يعني تهز القلوب فعلا بهذه القضايا المنيرة التي عليها مدار هذا الدين، عليها مدار دين الأنبياء، وعليها مدار صلاح القلوب، لأن استنارة القلوب بهذه المعاني تغير القلب تغييرا شاملا، وبالتالي تغير الأخلاق، كما يعني نلحظ أن كيف ذكر الله عز وجل إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هناك اقتران لأن بين يعني معاني الإيمان وبين صلاح الأخلاق. وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة، دعوة إلى الله عز وجل، اهتمام بإصلاح الأهل، اهتمام بإصلاح الأسرة، وكان عند ربه مرضيا. اللهم ارض عنا رب العالمين. لذلك يعني الاهتمام بهذه السور
يعني سبب لصلاح القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. كل قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.